الواقع انه ما ذكر في بعض التقرير في بعض الامور التي ليست دقيقه. نحن ذكرنا في التقرير وفي التحقيق الصحفي الذي عملته الزميله ديليانا غيتنجيبا بالتعاون معنا، بهذا التقرير موجود من هي الدوله الخليجيه. الدوله الخليجيه هي السعوديه، وجميع صفقات الأسلحة نحن نتابع هذا الموضوع ليس فقط من شهرين أو ثلاثة، نحن نتابعه من 2013. من 2013 كانت ترسل الطائرات، كانت تحمل الشحنات بالطائرات يوميا، كانت ترسل من هنا من مطار صوفيا ترسل إلى مطار تبوك في السعودية، ومن مطار تبوك في السعودية تحمل عبر شاحنات كبيرة إلى دولة عربية مجاورة لسوريا ويتم الدخول منها من سوريا. بعض الطائرات كانت تحمل من هنا وترسو في بعض المطارات التركية القريبة من الحدود السورية ومن ثم تدخل إلى سوريا. حمولات معظم هذه الأسلحة هي نفس الأسلحة التي قمنا، وأعتقد أن فريق الميادين أيضا قام بتصويرها في حلب بمستودعات جبهة النصرة في حلب القديمة بعد هزيمة جبهة النصرة، وتم اكتشافها ونحن قمنا أيضا بتصويرها وصورنا أيضا الحمولات وأين وتم تصنيعها هنا في أي مصنع ومتى وفي أي شهر خرجت من بلغاريا. ونحن خلال هذه الأعوام السابقة في بلغاريا كنا قد كشفنا عن هذه الحمولات بتفاصيلها، سواء كانت بالطائرات، وعندما كانت ترسل بالطائرات وتم نشرها في وسائل الإعلام البلغارية وأصبح واضح أن هذه الأمور مكشوفة للجميع، تم تحويلها إلى النقل البحري، وأيضا بنفس الطريقة يتم هذا التحميل. طبعا كل هذه العمليات برعاية من؟ طبعا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الشركات الوسيطة كل هذه الصفقات تتم عبر شركتين أمريكيتين، الأولى اسمها تشيرمينج، وشركة أيضا تتبع لها تشيرمينج أوردينال اسمها، والشركة الثانية اسمها أوربيتال إيتيكا. هذول هي الشركات، ولهذه الشركات عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ليست سرا، بعشرات الملايين طبعا، وهي من ومن خلالها يتم إرسال هذه الأسلحة إلى السعودية. هلا السؤال، يعني معلش لو سمحتي لي بمسألة دقيقة، تفضل. بلغاريا تبيع هذه الأسلحة بشكل قانوني إلى السعودية بحكم أن السعودية ملهاش، ليس هناك حظر لتصدير الأسلحة للسعودية، ولكن عندما تعلن السعودية أنها هي المستخدم النهائي لهذه الأسلحة، أي أن هذه الأسلحة هم الإند يوزر أو من المستخدم النهائي لهذه الأسلحة، ويتم في لاحقا اكتشاف ان هذه الاسلحه موجوده بايدي جبهه النصره بحلب او بايدي جبهه النصره في درعا وفي جنوب سوريا، يعني هذا مساله تدعو الى التساؤل. ونحن طرحنا هذه المساله في بلغاريا واثرناها كثيرا، انه بلغاريا من حقها ان تعرف كيف دخلت هذه الاسلحه، لماذا نحن نرسل اسلحه الى السعوديه والسعوديه ترسلها الى الارهابيين في سوريا. يعني ليست بلغاريا متواطئة كما تحدث البعض، انطلاقا مما قاله أيضا ملك الكردي أحد قيادي جبهة النصرة للصحيفة، أن هناك تعاون لهذه الدولة الخليجية التي تحدث عنها، وقلت حضرتك أن السعودية تعاون مع استخبارات 15 دولة. يعني بلغاريا ليست متواطئة في هذا الموضوع، هي يعني تصل بهذه الشحنات يفترض للسعودية. أنا اللقاء الذي عمل مع مالك الكردي أنا كنت حاضر فيه. مالك الكردي طبعا ليس زي زعما لجبهة النصرة وليس عضوا في جبهة النصرة كما ورد في تقريركم. مالك الكردي كان ناطق رسمي باسم الجيش الحر، وهو كان كشف في هذا اللقاء أن الآلية التي تصل فيها الأسلحة من غرفة العمليات الموجودة بتركيا والتي تضم 15 جهاز مخابرات على حسب قول مالك الكردي، طبعا عدد منها السعوديه وقطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا والى اخره، وايضا في نفس غرفه العمليات الموجوده الموك في الاردن، يتم ارسالها لغرفه هاي العمليات ويتم ادخالها باسم الجيش الحر مع قائمه تحدد لاي من هذه الفصائل ترسل الأسلحة، وثلثين هذه الأسلحة كما أكد مالك الكردي تصل إلى جبهة النصرة وحلفائها من القاعدة والمنظمات المعتبرة إرهابية.
طيب لكن تستطيع أن تخرج شحنات أسلحة من بلد دون معرفة إلى أين ستتوجه؟ يعني التقرير أكد أن الأسلحة البلغارية غير ملائمة تماما لقوات تلك الدولة طبعا الخليجية والتي تحدثنا عنها وهي السعودية، والتي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع سوريا. أنا أستطيع أن أؤكد لكم أن الباخرة، نفس الباخرة المذكورة، تحمل حاليا أسلحة، وقد تكون انطلقت اليوم أو ستنطلق هذا المساء إلى جدة. هذه الأسلحة ترسل من هنا. طب كيف وبغطاء بغطاء من من؟ تحدثت أنه فتح تحقيق في بلغاريا الآن. أنا قلت لكم بلغاريا ترسل حسب التحقيق الذي حدث، والمدعي العام يقول أن الأسلحة المرسلة من بلغاريا إلى السعودية هي أسلحة الاند يوزر، المستخدم النهائي لها هي السعودية، ولكن ماذا تفعل السعودية بعد ذلك؟ هذه المسألة، السياسيين في بلغاريا، وهذا السؤال وجهناه إلى السياسيين في بلغاريا والكل يسقط ولا يريد التعليق. لماذا الأسلحة البلغارية المرسلة إلى السعودية كمستخدم نهائي تصل إلى أيدي الإرهابيين؟ ما هي هذه الأسلحة؟ ما هي هذه الأسلحة؟ تحدث التقرير عن شحنات خطيرة، ما هي هذه الأسلحة؟ حجمها أيضا. هذه الأسلحة طبعا نحن نتكلم، كل حمولة لهذه الباخرة التي لها حمولتين كل بالشهر أو كل 40 يوم، كل 20 يوم في لها شحن، يعني كل 40 يوم شحنتين، تحمل بحجم 1500 إلى 2000 طن من الأسلحة. الصواريخ جراد بعيدة المدى ومتوسطة وقصيرة المدى، عتاد، مضادات للدروع، كل هذه الأسلحة، وعتاد من العيار الثقيل أيضا اللي ممكن يستخدم في مضادات للطائرات في الارتفاعات المتوسطة والدنيا. هذه الأسلحة كليتها يعني معروفة، وعلى فكرة يعني هي نفس الأسلحة التي اكتشفت في حلب بنفس الصفقات، نفس الأسلحة التي اكتشفت ونقلتها قناة الميادين من نفس المصنع هذا الذي نتكلم عليه الذي اسمه فيمازي صوبوت، وبنفس الشركات الوسيطة اللي هي الشركات الأمريكية التي لها عقود مع الولايات المتحدة تعمل، وبهاي العقود وفي عقد حوالي آخر عقد كان لآخر شحنة 47 مليون دولار، على أساس أنه هذه الشركات تعمل لمصلحة الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. يعني بهذا المنطق تصبح جبهة النصرة من حلفاء الولايات المتحدة. صحيح. طيب دكتور، اليوم حصل هذا التحقيق، كل المعلومات واضحة، الأطراف المشتركة فيه واضحة، أين ترسو السفينة واضحة، معلومات عن الأسلحة واضحة، لديكم صور من الأقمار الصناعية ليس من اليوم، من 2013، نحن اليوم في 2017، يعني لديكم معلومات كثيرة وموثقة. اليوم ماذا الهدف من هذا التحقيق؟ هو مجرد سبق صحفي وسيتوقف هنا، أم ستستعملون هذه الأوراق والمعلومات لتقديمها للجهات المعنية، أم سيتم تقديمها ربما لجهات أممية منها الأمم المتحدة؟ يعني نتحدث عن شحنات أسلحة تصل لجبهة النصرة، وهناك حظر على وصول السلاح اليوم، وهناك ما يمنع وصول السلاح بالتالي إلى سوريا، وليس إلى أي طرف، بل إلى طرف يعتبر إرهابيا على صعيد دولي. نحن الهدف من هذه التحقيقات إعلام الرأي العام والجهات المعنية جميعا، سواء داخل بلغاريا وخارج بلغاريا، بهذا الموضوع، ونحن نلاحق الموضوع داخليا في بلغاريا لإيضاح أن الأسلحة، هذه الأسلحة البلغارية السعودية، من حق الحكومة البلغارية أن تسأل السعودية لماذا أسلحتنا موجودة في حلب بأيدي جبهة النصرة، وموجودة في درعا بأيدي داعش أو غيرهم. يعني هذه الأسلحة، هذا المطلوب من الحكومة البلغارية. الآن الجهات المتضررة، وأنا أعتقد أن سوريا من حقها أن تثير هذا الموضوع، الجهات الأخرى في الشرق الأوسط من حقهم يثيروا هذا الموضوع، المنظمات الحكومية وغير الحكومية بالشرق الأوسط من حقها أن تثير هذا الموضوع. نحن عندنا استعداد للتعاون مع الجميع. أنتم ماذا ستفعلون؟ ماذا ستفعلون في الخطوات المقبلة؟ هل ستكملون التحقيقات في هذا الموضوع؟ هل سيسمح لكم؟ التحقيقات نحن لا ننتظر إذنا من أحد، حسب القوانين نحن نعمل بموجب القوانين البلغارية، ولم نقم بخرق أي من القوانين البلغارية، نحن نقوم بالعمل بموجب القانون، وسنتابع التحقيق بهذا الموضوع وإثارة هذا الموضوع باستمرار،
ومثل ما قلت لكم اليوم أيضا تحمل هذه الباخرة هذه الأسلحة، وسنقوم في خلال الأيام القادمة بنشر طبيعة هذه الأسلحة وحتى حجمها. و كيف ستقلع كيف عفوا ستتحرك هذه السفينة بعد ما تم معرفة الموضوع؟ معروف اسمها ومعروف نعم هذه السفينة كما قلنا لكم هي تتحرك حاليا، لها رحلة إلى جدة، لا مستقبلا لا نعرف، ولكن هناك عقود أيضا مع بواخر، يعني هناك باخرة جديدة نتابع الموضوع دخلت إلى ميناء بورغاس للمساعدة أيضا، أو ربما لاستبدال هذه الباخرة في المرات القادمة. نحن نتابع الموضوع وسنطلع الرأي العام سواء ببلغاريا أو خارج بلغاريا حول ملابسات أو أي تفاصيل جديدة.